صاحب كحون انت الدليل كسور راد قرانسا ويميكا نبي قمر كوادرك ابو طالب ويندق قيريد لو كويري ادر لا اله الا الله الحجة كاقرد قيلا يكتيسي لابدي قال اكفر ديبا حسوسيي حجة دي الشيطانك وما عادد يا أباها باتشاري سوى الدين تزاد كتكيس الترغب عن ملة عبد المطلب يكون عادل يقو مركا مغلاي وحود انت يساقو له على ملة عبد المطلب مركا صاحب كحوني الدين تادا أخلاق تادا مال كاغا نفط تادا شرف تادا انت بدباتكوي لهذا شرع هذا إسلامكو آدي آد بحق وصار تقفك الدد وراكسين ولا صاحبه والمرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل كارهان دليرت آد بسرادية وقفك دليرتها توصنا يا وحو الله صاحبي قارهان ونك سنين سيدا وقر مي مالين با وحو قققو أيان إساقو إيجي برنافيين لأركال غيابة أركا يتق الله في دينك إلهي دين تاذا كقبق دين تاذا إلى شو xoolaha gastaad u ilaali soo si ka daran diintaada u ilaali xoolaha cid lumeed ku aaminta maya dad badan baad xoolaha ka ilaalisa mobil ka yaraad sidoo saad gaarka uga hayso wadiga arkay dad badan aad uga ilaalinayso wallahi diintaada adduunyada oo dhan kaaga qiimo badan wax walba kaaga wanaagsan diintaada aad u ilaasho qof kasto oo islaaday diintaada farci dideed in laag ama ka yar buu ka gooynaya oo ka dhimaya oo iimaankaaga iyo lacabsigaaga iyo toosnaantaada وضعيفية سكيف جوها ودوان قفك قيمة مرك هراء حتى حي قفك الوقيمة إنك راح كم إذا يو صاحب لي سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على الدين خليل فليذر أحدكم من يخالف لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي قفك هبو رئيسان الصغارا ورهب الكور رمسيدوي صاحب بدونك انت عساكو فلان ويقفكو حول الصاحبة عدة اسكو النوعيين صوماليد ويكم مهما هين مهما حديث كوافق سنة وعيدادين شمبر بشمبر كيسو للدولة